لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من المركب الرياضي بفاس سيستقبل المغرب الرياضي الفاسي ضيفه المغرب التطواني برسم منافسات الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد 2023-2024. اللقاء الأول في هذا الموسم الكروي، لقاء يجمع بين ناديين سيسعيان للظهور بأفضل المستويات. النادي الذي كان قد التحق الطريق السكتيوي بمدرسته، فرصة للمغرب الرياضي الفاسي، كرة في منطقة الجزاء، ممكن إمكانية التسديد وإمكانية التصويب. كريم، عودة لكريم من جديد، يتقدم كريم، يراوغ كريم، لكن التدخل من الدفاع بشكل جيد. الدفاع يتدخل بون التحضير في منطقة الجزاء، إمكانية التصويب، التسديد لكن فوق العارضة، تسديدة فوق العارضة، ركلة مر. أيضا نفس الشيء بالنسبة لعمر النمساوي الذي لعب في الموسم الماضي بقيادة طارق السكتيوي هناك في مدينة الرباط. في الوقت المناسب نفذ التماس، البحث دائما عن كريم. ياسين محيح، العودة لياسين، ياسين الذي يفضل أن يخرج الكرة تواصلة دائما. المغرب الرياضي الفاسي، الجدار الدفاعي الأول، هنا فرصة، هنا التصويب بشكل ممتاز، هي الفرصة الأخطر وهي العرضية. تعرض للإصابة سفيان الذي يرسلها لعمر، عمر الذي يسقط ويتحصل على خطأ. هنا الجماهير التطوانية، هنا العشاق الذين تنقلوا. ركلة حرة مباشرة، تنفذ الركلة الحرة المباشرة. كزير، العرضية في منطقة الجزاء، إمكانية الوصول، جول 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 جول، هدف جميل، هدف رائع بطريقة رائعة جميلة. محسن بوريغا يسكن الكرة شباك، يمنح التقدم ويمنح الأسبقية للمغرب الرياضي الفاسي على طريقة اللاعبين الكبار، على طريقة النجوم. هنا اللقطة، وصلت الكرة لمحسن، محسن الذي للفريق المضيف، حكم يعلن عن خطأ. التنفيذ من يوسف أغردوم، وصلت الكرة لحارس المرمى المحساني في الرواق الأيمن، العرضية من حذيفة، لكن التدخل في الوقت المناسب. مرمى صلاح الدين شهاب، هنا تنفذ الركنية، إمكانية التصويب، جول جول، الهدف الأول والثاني في مقابلة اليوم بشكل ممتاز. تسديدة لا تصد ولا ترد، تسديدة بقوة من محسن، عبا يسجل هدف التعادل، حكم يعلن عن خطأ. المغرب الرياضي الفاسي، هنا التسديد بشكل ممتاز، كاد أن يسكن الكرة الشباك. المغرب الرياضي الفاسي، إمكانية التسديد، العرضية، وصلت الكرة دائما لصلاح الدين شهاب. عمر النمساوي، المراوغة، التصويب، الكرة تصطدم بالقائمة الثانية، فرصة أخرى من الفرص السانحة للتسجيل، كان قريبا المغرب الرياضي. التصويب، تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى، إيصال الكرة لمحسن بوريغا، تسديدة محسن بوريغا خارج الملعب، ركلة مرمى للمغرب. بعد ذلك حذيفة، العرضية من حذيفة، ضربة رأسية خارج الملعب، ركلة مرمى لصلاح الدين شهاب. انضم للمغرب الرياضي الفاسي في
الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شباب سوالم الرياضي. يمنح الضوء الأخضر لعماد، يسدد عماد، الكرة تصل بسلام بين يدي حارس المرمى يحيى الفيلالي. المراوغة بشكل رائع، يجيد المراوغة ويجيد اختراق الدفاع. العرضية من عماد عمر، العرضية من النمساوي، يتدخل الدفاع، يبعد الكرة خارج الملعب. ركنية المغرب الرياضي الفاسي، العرضية من النمساوي عمر، التدخل من حارس المرمى أشرف هرماش. العرضية من هرماش، ضربة رأسية من الأحسن قربي، تصطدم بالقائمة الثاني لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. تتواصل التسديد، عادت الكرة لحذيفة المحساني، حارس المرمى، الهدف جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني للمغرب الرياضي الفاسي في آخر اللحظات. محمد البدوي ينجح، يتمكن من الوصول لمرمى الحارس يحيى الفيلالي، هدف مهم. استعد فريق الجيش الملكي حيث تعاقد في الميركاتو الصيفي مع كل من الحارسين المهدي بن عبيد قادما من نادي الفتح الرياضي، وأيوب الخياطي من اتحاد تواركت، واللاعبين أمين الزحزوح ومنصف العامري من أولمبيك آسفي، وطيب بوخريس من الدفاع الحسني الجديدي، والطغولي إسماعيل أغورو، والكونغولي ميسي بياتو موسوكا، ويوسف الربيضي، وزهير مرور من المغرب التطواني، وعلاء أجري من معيذر القطري، في الوقت الذي عاد لاعب خط وسط الميدان خالد أيت أورخان من فترة إعارة دامت موسمين رفقة الشباب الرياضي السلمي. في مقابل هذه التعاقدات، أقدم المكتب المسير للجيش الملكي على فسخ عقود على الخصوص كل من جوزيف كينادو وزكريا أوفاتي ودينيس وبورغيس وأحمد باعيو ونجم الفريق رضا سليم المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي المصري.